طبعا اليوم راح هذه كانت تقارير العناوين لحلقة اليوم، ولكن تحديدا اليوم راح يكون مختلف لأنه ما راح نبدأ حلقتنا بسؤال وهاشتاج، حنبدأه بفيديو أثار الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان حديث المغردين لما يحمل هذا الفيديو من كمية كبيرة من البراءة والسعادة اللي نادر ما نشوفها. ولكن أيضا برضو كانت التغريدات والتعليقات من خلال تويتر رائعة جدا، وكانت جدا حماسية عشان الواحد يعرف ايش اللي حصل. خلينا نشوف مع بعض الفيديو لهذه الطفلة اللي كانت جدا سعيدة مع والدها بعزفه. طبعا على فكرة هذا الفيديو رسالة لكل نفسية. أنا صراحة يعني حقيقة والله هذا الفيديو اللي شفناه اليوم أحسد كل اللي أصواتهم جميلة، أحسدهم حقيقي. أنا فكرت في ذا الموضوع، طب أنا لما أجيب بنت إن شاء الله إيش حغني لها؟ ممكن لو غنيتها يجيها زار في النهاية. يعني كيف حغني لها بصوتي؟ كيف؟ من جد احسد كل شخص يعني صوته جميل. في حاجه اسمها ليبسينج اللي هو تشغل الاغنيه وتحركي فمك على اساس انه تصدق، وفي الاخير صغير اللي سويته قبل فتره وصدقوا كل الناس في سناب للاسف انه صوتي حلو وخدعتهم اخيرا. والله انا افضل انك تستمر على الليبسينج ولا انك تسميهم صوتك حقيقي، بس عموما اوكي. بس والله انا بقول لكم حاجه، خلال الفيديو هذا يوضح ابسط انواع السعاده وكيف ممكن بابسط الامور ممكن ننبسط ونستانس. اهم شيء لا نكدر خاطرنا ولا شيء يستاهل. عيشوا حياتكم واستمروا.